أجواء من الفرحة والسعادة عمت شوارع الباهية وهران قبل بداية اللقاء. الجماهير هنا بدأت الاحتفالات مبكرا، فيما توجه البعض الآخر لضمان مكانة لمشاهدة الخضر بمسرح هواء الطلق، أين علقت شاشة عملاقة لمتابعة النهائي. أنا متوقع إن شاء الله النجاح، إن شاء الله نربحوا، والبرهان تاع الشعب الجزائري راك تشوف الفرحه، ان شاء الله تكمل الفرحه نتاعنا يا ربي. اي 1-0 بزاف علينا، ونفرحوا هذا الشعب والفرحه تاعنا تزيد تكمل، وان شاء الله لاكوب نجيبوها لبلادنا ونفرحوا 1-2-3 فيفا لاجيري. الالاف من الشعب رهنا، العائلات ان شاء الله يحقوا الفوز رفقاء رياض محرز. لحظات قبل اللقاء واهازيج الانصار والحضور لم تتوقف، والجميع يمني النفس بالعوده بالتاج الافريقي. أجواء خيالية صنعها سكان ومناصرو ومواطنو ولاية وهران تحسبا لبداية مباراة النهائي، والجميع يتمنى بعودة الكأس للجزائر. ياسين حسين لقناة نوميديا وهران. انطلق نهائي الحسم ولم تمر سوى دقيقتين ليضعها بنجاح في الشباك، معللا عن بداية الأفراح مبكرا. كينا في الدقائق الاولى تاع الشوط الاول، وباش تكمل 45 دقيقه ماشي سهله. باذن الله الكاس والشعب يفرح، والف تحيه للشعب الجزائري. مر الشوط الاول بسلام، وها هو الشوط الثاني يكاد ينقضي بتفوق محاربي الصحراء. النجم الثاني او التاج الافريقي ينادي ويقول انا من نصيب الجزائر، فسمع المناصرون المنادي فانفجرت الحناجر فرحا قد طال انتظاره.